السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم كله افاده ان شاء الله. الوصفه القويه الشهيره المعجزه اللي كنعتبرها معجزه، اللي بالفعل حققت حلم الامومه لمجموعه من الاخوات، مجموعه من السيدات خداو من عندي الوصفه، واكيد حملوا الف مبروك لهم. يا ربي ان شاء الله تثبت الحمل ديالهم، ويا ربي ان شاء الله حتى هما يفرحوا بالطفل ديالهم او الطفله ديالهم ان شاء الله من بعد سنوات من الحرمان. اكيد ان باقي المزيد من الوصفات، يعني الوصفة باقية مستمرة ان شاء الله، كلكم تستافدوا. درت فيها واحد تخفيض في هذا اليوم فقط، يعني اليوم اللي طلبت الوصفة اليوم غادي نحاول انني نقص على الخلطة الثانية. مثلا طلبتي الخلطة الاولى والخلطة الثانية، الخلطة الثانية غتكون ناقص 30% على الثمن الاصلي. اذا الخلطة الاولى غتاخديها بنفس الثمن، الخلطة الثانية ناقص 30% على الثمن ديالها، وغتكون استفدتي من علاج لشهرين. اكيد انه علاج ممتاز، ويعني وكيبدا يبان المفعول ديال الوصفة في الشهر الثاني. اكيد بلا شك ان بزاف الاخوات بغاو ياخذوا علاج وبغاو ياخذوا ان تريتمون اللي يستمروا عليه اللي يجيب معهم نتيجه. فدرت لكم هذا التخفيض هذا اليوم فقط، غدا يعني لي كوموند ديال غدا غيمشيو بهذا التخفيض ان شاء الله. الا بغيتيو تواصلوا معايا وتطلبوا الوصفه اكيد تواصلوا معايا في الرقم ديالي اللي حاطه لكم في الشاشه، الرقم ديالي الخاص، وغنجاوبكم ان شاء الله وغادي نوجد لكم، لان عندي واحد الضغط كبير في على هذه الوصفه هذه ما شاء الله. فداك الشيء باش غادي نحاول ندير قدر المستطاع اليوم ان شاء الله نجمع الطلبيات باش غدا نصيفط لكم الوصفه ديالكم. بغيت كل شيء يستفد من هذا العرض هذا، لانه فقط يوم واحد اللي هو اليوم، يعني اليوم الا بغيتي تطلبي الوصفه تتوصلك عاد تخلصيها اليوم الغد، يعني باش غدا نصيفطها لك ان شاء الله. غادي تستفدي من خلطتين، الخلطه الاولى بالثمن ديالها والخلطه الثانيه حتى الناقص 30%. واكيد ان هذا العرض هذا يقدر ما يكونش مره اخرى، فبغيتكم تكونوا كثار تستفدوا ان شاء الله. وبطبيعة الحال هاد الوصفة هادي إلا خديتيها راه غادي تعرفي شنو خديتي. فيها عسل طبيعي أصلي، عسل حر، بطبيعة الحال فيها بزاف ديال الفوائد، فيها منتجات النحل، فيها السمسم، حبوب اللقاح، كذلك فيها الحبة السوداء، حب الرشاد، يعني بزاف ديال المكونات الأخرى اللي بالفعل مقوية للتبويض، منشطة للإباضة. شحال من سيدة خدتها من عندي ورجعت لها الدورة ديالها من بعد انقطاع سنوات. أكيد أن الفضل كله كيرجع لله، ولهذه الوصفة هذه من بعد ما خداتها يعني من الشهر الثاني بدأ المفعول ديال الوصفة. وكاين سيدات داوموا عليها وحققت لهم حلم الامومه. بلا شك انها علاج طبيعي، علاج بالاعشاب والتداوي بالطب البديل، علاج اللي هو ممتاز، اللي كنلقى عليه ضغط كبير في المكالمات. وكنحاول انني ندير ما في جهدي باش نوجد لكم ونصيفط لكم الوصفه في الوقت باش تبداوها ان شاء الله، لان بزاف الاخوات بغاو هذه الوصفه هذه. فانا اكيد غادي نبذل كل ما في جهدي باش نوصل لكم فيما كنتي في المغرب وكذلك في اوروبا. كاين التوصيل باذن الله. بطبيعه الحال خاصكم ضروري تعالجوا راسكم، ديروا الاسباب، توكلوا على الله وربي كييسر الامور. كاين حالات مخزون صفر يعني ديال المبيض، وسبحان الله داك البويضات اللي كانوا فاشلين رجعوا حيوا بهاد الخلطه هذه، اللي هي خلطه قويه متكامله فيها رقية شرعية بالنسبة للسيدات اللي عندهم سحر الأرحام، اللي عندهم تابعة عين مس، السيدات اللي عندهم تأخر الإنجاب بدون سبب. اكيد انه بفضل الرقية الشرعية كلام الله في هذه الوصفة هذه، اكيد ان شاء الله غادي تستطع انها تعالج بزاف ديال المشاكل، وغادي تعالجكم من الاعماق. يعني كل سيدة ما كتعرفش بالضبط شنو هو المشكل ديالها، مثلا كتمشي للطبيب كتلقى كل شيء مزيان ما عندهاش مشكل، هنا كتلتجئ لهاد الوصفه هذه باش تعالج راسها من الداخل. ممكن يكون عندها سحر، ممكن يعني ما كيعرفش الواحد شنو كاين. يعني كاين بزاف الناس كتار يعني خبثاء في هذا المجتمع، يعني ضروري الا وكيبغيو ياديو ديك السيده باش ما تنجبش او يوقع لها اجهاض متكرر. هنا حاولي انك تاخدي هاد الوصفه هذه باش تعالجي المشكل ديالك بعمق ان شاء الله، و
واكيد انها غتكون متكامله، علاج شافي لكل حالات العقم وتاخر الانجاب للزوجين معا. كتحسن جوده التبويض، كتحسن جوده النطاف، كذلك الحركه حتى هي كتحسنها بالنسبه للزوج. يعني مهمه هذه الوصفه هذه تكون في كل بيت، في كل بيت عنده تاخر الانجاب، عند كل سيدة اللي كتعاني من العقم الثانوي اللي ما عندوش سبب، للسيدات اللي عندهم تكيس المبيض، اللي عندهم مشاكل ديال الغدة، اللي عندهم ارتفاع هرمون الحليب، اللي عندهم ضعف التبويض، اللي عندهم انقطاع الدورة، السيدات اللي عندهم كذلك تقطع في الدورة، اللي عندهم نزيف بين الدورات. كتعالج كذلك الخلل الهرموني، كتعالج صغر حجم البويضة، كتعالج ضعف المخزون. يعني عندها بزاف ديال الفوائد، الا بقيت كنهضر عليها في هذا الفيديو ما غاديش نوفيها بحقها، خاصكم تجربوها باش تعرفوا علاش كنهضر، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، ويا رب ترزق كل اخت فيكم ذريه صالحه في القريب وتفرحونا جميع. الى اللقاء مع فيديو جديد، بسلام عليكم.